مساء الخير وحلقة جديدة من الجسر، جسر التواصل والمحبة والود، ونحاول أن نقرب المسافات بيننا كجالية عربية محترمة وقوية. حلقتنا الليلة حلقة هامة وقوية وفيها إيضاحات كثيرة للأمور. يمكن النهاردة عايز بس قبل ما نبدأ الحلقة أقول لفضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب حمد الله على السلامة في نيويورك، وصل أمس إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وزي ما حضراتكم عارفين قداسة البابا تودروس أيضا موجود في الولايات المتحدة الأمريكية. أين المصريين؟ في كثير بيحاولوا يعرفوا الناس دي موجودة ويروحوا بيحيوهم وبيقوموا بواجبات الضيافة والكرم اللي احنا اتربينا عليه. النهاردة في حلقتنا هنتكلم في مواضيع متعددة، يمكن في أولى فقراتنا اليوم هنتكلم على الوجود المسلمين في أمريكا وخاصة المسلمين العرب. يعني المسلمين العرب في أمريكا، في يعني بشعر أن في تفرقة ما بين متقسمين لجماعات ومجموعات وكل واحد له فكره له طريقته. أنا بتكلم على المسلمين العرب وليس المسلمين عموما، ولكن المسلمين العرب بشعر أنه بننادي بأشياء لم نراها هنا. يعني مثلا الوسطية في الإسلام، ما هي الوسطية في الإسلام؟ وهل تطبق الوسطية في الإسلام ولا الوسطية هي مجرد شعار بنتكلم وبنرفعه وأحيانا يطبق يمكن في بلادنا، ولكن لما بنخرج برا البلاد الإسلامية بنعمل اللي احنا عايزينه، وموضوع الوسطية والكلام ده بنقول ان ده كلام. فين مشاركات المسلمين العرب مع بعض، مع اخوانهم الاقباط، مع الناس دي؟ ما بنشوفش النشاطات، بنشوف كل مجموعة لوحدها، كل مجموعة لها فكر، كل ما فيش حتى اختلاط وتعامل بنراه مع المجتمع اللي عايشين فيه، المجتمع الأمريكي. فهناقش هذا الموضوع مع الدكتور أكرم كساب، وهو خريج الأزهر وحصل على الدكتوراه في الفكر والدعوة الإسلامية من جامعة مكة المكرمة. وفي فقرتنا الثانية سنتعرف عن ما يحدث في أروقة الأمم المتحدة، من ليس فقط في وقت الجمعية العامة اللي هي انعقدت الجمعية العامة رقم 73، ولكن بمناسبة انه هذا العام ان مصر بترقص مجموعة 77 والصين. هنتعرف ما هي مجموعة 77 وايه نشاطاتهم، هنتعرف عن الدور المصري الرائد في الامم المتحدة، وهنتعرف على كثير من المواضيع والدور الهام الذي تقوم به مصر وهي من مؤسسي الأمم المتحدة، وهنتعرف على كثير في هذه المواضيع من أحد أبناء الدبلوماسية المصرية العريقة التي يمكن بيعود تاريخها إلى الفراعنة، والسياسة الخارجية المصرية المحترمة والتي يقدرها جميع دول العالم. الدبلوماسية المصرية معروفة بالرقي وبتحافظ على هذا في جميع الأوقات، في أحلك الأوقات وفي أفضل الأوقات. فهيكون لقانا اليوم مع أحد أبناء هذه المؤسسة العريقة، سعادة السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة. ثم سيكون لنا لقاء في الفقرة الثالثة وهي فقرة بيني وبينك مع كريم حجازي، حيث هيستضيف صوت مختلف وفنانة موهوبة، هي تؤلف الأغاني وتعزف أكورديون وفي نفس الوقت مطربة وبتؤدي وبتغني، بس بطريقة مختلفة وشكل جديد احنا يمكن ما تعودناش عليه. هيكون معاه في كريم حجازي في فقرته بيني وبينك الليلة، هيكون المطربة والفنانة يسرى الهواري. ففاصل وسنعود مع اول ضيوفنا الليلة الدكتور اكرم الكساب.
دكتور أكرم كساب، وهنناقش مع بعض وضع المسلمين وخاصة المسلمين العرب في أمريكا. عايز أقول لحضراتكم اللي بيحاول يتصل بضيوف، يعني بيحاول يشوف مثلا ان هو عايز يتواصل مع ضيف من ضيوف برنامج الجسر، او عايز عنده سؤال وما كانش فيه فرصه وقت البرنامج ان هو يتكلم بالتليفون، يقدر يبعت لنا على صفحتنا على الفيسبوك، واحنا بنوجه هذه الاسئله او بنوجه الكونتاكت للضيف اللي بيكون معانا، او مثلا لو عايز رقم تليفون الضيف مثلا لو هو بيسمح طبعا بيه بنديه اللي بيطلبه. يمكن يعني فيسبوك يمكن ده افضل وسيله للاتصال والتواصل بيننا. ولو عندكم اي مواضيع او اي سبجكتس يعني جديده عايزين تناقشوها قولوا لنا عليها، واحنا بقدر الامكان بنحاول ان احنا نستضيف الخبراء في هذا الموضوع وان احنا نناقشه، لان احنا بيهمنا دايما ان احنا بنتكلم مع بعض كعائله كبيره وكاننا قاعدين في فاميلي روم او ليفنج روم، وبنناقش مواضيع تهمنا وتهم اولادنا، تهم مستقبلنا، تهم حياتنا، تهم وجودنا في امريكا، سواء وجودنا على المستوى السياسي، الاجتماعي، الثقافي، الاقتصادي، اشياء كثيره. يعني دايما خلينا يكون في بيننا التواصل، وافضل طريقه هي الفيسبوك. ففاصل ونعود والدكتور أكرم كساب ووضع المسلمين وخاصة العرب بأمريكا، ابقوا معنا.